شنو يعني خارج دولة واحدة؟ شنو الزبايل هاي؟ انت عندك معامل. انت عندك ما يثبت انه زوجها حركة امام القضاء؟ اكو ما يثبت هذا؟ نعم. شنو هو؟ نعم استاذ انا دزيتك الادلة. اي طلع الادلة على الشاشة، طلع الادلة على الشاشة. اكو تغيير طبي مدينة الطب، الله يحفظ الله يحفظهم ويحفظ المدير مالتهم. اي يكتب بالتغيير مع مدينة الطب البنت بالتشريح رام مربوطة رجليها بشال. اي ويقول شو ما بيها بنت مضروبة بزرها، مضروبة بسكينة بزرها. يقول شو ما بيها، احنا وين العدالة؟ أنت ما أريد العدالة معك معي وين تصدر. أنا بس أريد أقول لك شيء واحد، التقرير الطبي أشار البنية محروقة لو لا؟ أنا الصور اللي عندي البنية محروقة. نعم محروقة بس انتبه بالرجلين مالتها، مسجودات بشال لو ما مسجودات بشال. اي يعني ربطة ربطة نقول عليها ربطة. اي اي مسجودات رجلينها بربطة لو لا. زين القاضي ايش قال؟ ليش مدينة الطب؟ القاضي ايش قال؟ نعم القاضي ايش قال؟ القاضي دز الكتاب الى القاء القبض. يوصل للمركز، المركز بعدها احنا ما نريد نحكي بالعميق، المركز ما يطلع به عليه امر القاء القبض. هذا سادس سادس قرار القاء القبض عليه. اي ماكو انت اكو امر القاء قبض على اكو امر القاء قبض اكو امر كتاب دار القبض على هذا حركة البنت. انت عندك امر القاء قبض على زوج البنية؟ اي نعم عندي. ايش قد صار لمن صدر تقرير؟ صار صادر 14. زين المركز طلع عليه دوره بعد ما اعرف، يوصل للمركز يتوقف. انا هذولاك ناس عندي دوله، ماكو دوله اقول لك عفني شيخهم هو اللي كبيرهم اللي كبيرهم. نعم ماكو شيء اسمه دوله، اكو اللي خارج نطاق الدوله يسمونه مستهتر، والمستهتر الدوله تجيبه تدوس على راسه. شنو يعني خارج دولة واحدة؟ شنو الزبايل هاي؟ اكو قانون، اكو قانون بالدولة ومركز شرطة الحسينية. اخي العزيز مركز شرطة الحسينية ملزم انه يبلغنا، او هاي الرسالة ايضا للسيد وكيل وزير الداخلية سيد حسين العوادي، انه انت تشوف مدير مركز شرطة الحسينية ليش ما يطلعون على هذا؟ هو هذا فعلا مثل ما يقول الاخ دولة؟ ماكو دولة خارج نطاق الدولة. استاذ نجم يلا استاذ نجم انا اطلبه من عندك وانا اشيد الدولة، اما انا ما اريد دولة بغداد، انا عندي دولة الكوت واسط اللي هي محافظة واسط انا احترف اخي ما يصير هذا. اقول لك احمد طلع الحال احمد ما يصير، انت نعم. عندك اختصاص مكاني. نعم. شنو دولة بغداد؟ شنو دولة الكوت؟ شنو دولة الشيخ؟ انا ما اقبل بهذا الحكي. اكو دولة واكو قانون يحترم، اكو تقصير من مركز الحسينية اكو دولة، اكو وزير داخلية واكو وكلاء وزارة الداخلية يجيبون لهذا غصبا عليهم اذا اكو امر قضاء. شنو دولة الكوت ودولة بغداد؟ ما اقبل انا ما اقبل. عندما يمس عراقي العراقي يأخذ حقه، بس انا ما اقبل تفكرون بهاي الطريقة. هذا دولة وبغداد دولة والكوت دولة. سيد حسين العوادي انا بعت لك هاي المناشدة ورقم هذا الرجل موجود حتى نتيقن ما هي الحقائق، وما لكم تفكرون. انا واحد من الذين يشكل على الدولة بكثير من ملفات الفساد، لكن لا نريد ان نعمق من هذا، وعندما نلقي الحجة على المسؤول والمسؤول يقصر لا والله ما تركه ما تركه. ليش وصلت الناس ان تفكر بهذه الطريقة؟ هسه هذا الرجل انا ما اقدر الومه، انا الوم من اوصل العراق ان يفكر بهذه الطريقة. نعم عندنا ناس بسطاء عندنا ناس فقراء، لكن الجو العام، الجو العام خلى الناس تفكر ان هنالك ناس اعلى من القانون واعلى من الدولة.